واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في حلقه جديده من برنامج مشاعر. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على عدد من القضايا الهامه التي تهم المسلم في امور دينه ودنياه. من اعظم العبادات التي يسير فيها العبد الى الله جل وعلا هي عباده الدعاء. وعباده الدعاء تجمع الحاجه الى الله عز وجل وتجمع معها ذل القلب وانكساره بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهذا يجعل القلب دائما على صله عظيمه بربه جل وعلا اعظم الحبال التي يصلها العبد بربه جل وعلا هو الدعاء لانه يشعر العبد بحاجته الى ربه جل وعلا وكانه يقول كما جاء في الحديث لا غنى لي عن ربي طرفه عين ولا اقل من ذلك، فالعبد اذا استغنى عن ربه جل وعلا اقل من ذلك فانه يكون به هلاكه والعياذ بالله جل وعلا. قد يقول البعض احيانا ادعو ادعو ولا يستجيب الله دعائي. يدعو ولا يجد ثمره لهذا الدعاء. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي ان العبد اذا دعا الله جل وعلا فلا فلا يكون الا في احد ثلاث امور فلا يخلو من ثلاث امور الامر الاول ان يستجيب الله دعاءه وهذا ما يريده الامر الاخر ان يصرف الله عز وجل عنه من السوء والشر مثلها انت دعوت الله لم يستجب الله دعاءك في هذا الامر لكن سبحان الله تجد مصائب قد اتت اليك فصرفها الله عنك تجد كرب قد احدقت بك ففرجها الله سبحانه وتعالى لا تعلم ما السبب قد يكون من اسبابها دعاؤك لله جل وعلا الامر الثالث ان يدخرها الله لك يوم القيامه لماذا لانك في عباده انت تتقرب الى الله بعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده، فما دمت تتقرب الى الله جل وعلا بهذه العباده وبهذا الامر العظيم فانت على خير باذن الله سبحانه سبحانه وتعالى، اذا هذا من الامور العظيمه التي جاء فيها الامر من الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فالداعي الى الله على خير لا يخلو من هذه الامور، اما ان يستجيب الله الدعاء واما ان يصرف الله عنه من الشر مثلها واما ان يدخرها الله له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هناك مجموعه من الاداب والاخلاق التي يجب على المسلم ان يتحلى بها اذا اراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى. وحينما نتامل في سوره الفاتحه نجد ان الله عز وجل بين لنا كيف ندعوه سبحانه وتعالى كيف ذلك تامل سوره الفاتحه فيها دعاء عظيم وهو الدعاء بان يجعلك الله عز وجل على الصراط المستقيم في بدايه هذه السوره ثناء على الله جل وعلا كيف ذلك قال الحمد لله رب العالمين هذا ثناء على الله الرحمن الرحيم ثناء على الله مالك يوم الدين ثناء على الله جل وعلا وقد جاء في الحديث القدسي ان العبد اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فهو ثناء لله على الله وتمجيد لله و مدح لله عز وجل، والله عز وجل كما جاء في الحديث اما ان ربكم يحب المدح والثناء، فالعبد اذا اراد ان يدعو الله فليقدم بين دعاء بين يدي دعائه ثناء على ربه سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ولما سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم قال لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي واذا دعي به اجاب. من هنا ياتي اول الامور التي يقدمها العبد بين يدي دعائه ان يثني على الله عز وجل بما هو اهله. الامر الاخر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب إجابة الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه فإذا أردت أن تدعو ربك جل وعلا فقدم بين يدي دعائه صلاة على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الأمر الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل أن لا يكون في دعائه غلو ولا تعد كيف ذلك سمع عبد الله بن عمر ابن له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين قصر عمر قال يا بني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء وفي الدعاء وهذا من الاعتداء في الدعاء أن يدعو العبد بأمور وبتفاصيل الله عز وجل ما عنده أكرم منها وأعظم سبحانه وتعالى فالعبد يجب عليه اذا اذا اراد ان يدعو ربه سبحانه وتعالى ان يدعو الله بجوامع الكلم كما جاء في هذا في هذه السوره قال اهدنا الصراط المستقيم لان الله اذا هداك الصراط المستقيم فانه سبحانه وتعالى يجعلك مستقيما عليه في هذه الحياه وفي يوم القيامه، فاذا من اسباب اجابه دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى هو ان يسال الله جل وعلا بجوامع الكلم والا والا يعتدي في دعائه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من اسباب اجابه الدعاء من اسباب اجابه الدعاء لله الدعاء من اسباب اجابه الدعاء ايضا ان العبد يتحين الاماكن والازمنه التي يستجاب فيها الدعاء فالله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابه دعوه المسافر ودعوه المظلوم ودعوه الوالد على ولده هذه دعوات مستجابه اذا كنت مسافرا فدع الله جل وعلا فانه حري ان يستجاب لك ايضا دعوه الوالد على ولده احذر ايها الابن ان تغضب اباك احذر ايها الابن ان تغضب اباك لان دعوه الوالد على ولده مجابه ايضا وايضا دعوه المظلوم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم احذر من دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وايضا يقال لها والله لا أنصرنك والله لا أنصرنك ولو بعد حين اذا ثلاث دعوات مستجابه دعوه المسافر ودعوه الوالد على الوالد الوالد على ولده ودعوه المظلوم ايضا من الاماكن التي يكون فيها الازمنه التي يكون فيها استجابه الدعاء دعاء العبد مع اذان صلاة المغرب اثناء فطره فانها دعوة مستجابة لا ترد، ايضا عند نزول الغيث فانها دعوة مستجابة، ايضا الساعة التي في يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم ان في يوم الجمعة ساعة ما دعا عبد فيها لله عز وجل بامر الا اعطاه، وقد اختلفوا في توقيت هذه الساعة والصحيح انها اخر ساعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعه، فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى فيها، فيستجيب الله جل وعلا الدعاء وما عند الله وما عند الله جل وعلا خير خير وابقى. ايضا من الامور التي يحرص عليها العبد في دعائه لله جل وعلا الا يستعجل النتيجه، الا يستعجل الاجابه وكانه وكانه اثناء استعجال الاجابه لا يثق بموعود الله جل وعلا، وهذا لا شك انه من الخلل ومن الخطا الكبير، وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت 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 فلم يستجب لي فالواجب على العبد ان يدعو ربه سبحانه وتعالى والا يستعجل الاجابه لان كما ذكرنا ان الداعي الى الله على خير اما ان يستجيب الله دعاءه او يكشف عنه من الشر مثلها واما ان يدخرها لهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتامل في حياته نجد ان دعاءه لله جل وعلا يرسم معلما عظيما في حياته الكريمه عليه الصلاه والسلام. وساذكر مثالين على هذا. المثال الاول بعد عام الحزن في السنه الحادي عشرة من البعثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه عمه ابي طالب وزوجته خديجه حتى وصل الى الطائف. وحدث في الطائف ما حدث من الضر واللاواء والكرب الذي اصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت الدماء على عقبه الطاهر عليه الصلاه والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فابتهل الى ربه ومولاه بدعوات ينخلع لها القلب. دعوات التوحيد، دعوات الايمان، دعوات الاحسان، رفع كف الضراعه الى من قال امن أم يجيب المضطر اذا دعاه وقال اللهم اليك أشكو ضعف قوتي اللهم صل على رسول الله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذا الحديث العظيم كان من نتائجه ان جبريل عليه السلام نزل يقول النبي فاذا انا بسحابه فيها جبريل فقال هذا ملك الجبال فسلم عليه فسلم عليه النبي فرد فقال يا محمد لقد سمع الله دعاءك وما اجاب به قومك فان شئت ان اطبق عليهم الجبلين فعلت قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن اسال الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا في غزوة بدر حينما صف النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش وتهيأ للمعركة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا بعدته الدنيوية البسيطة لكن معه الله ومن معه الله عز وجل فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل بكليته على الله ويرفع يديه إلى الله يا رب نصرك الذي وعدتني يا رب ان تهلك هذه العصابه لا تعود في الارض يا رب وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويلح عليه بالدعاء حتى سقط رداءه عن عاتقه فاتى ابو بكر فرفع رداء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كفاك مناشدة لله والله لينصرنك الله الدعاء من أعظم أسباب النصر من أعظم أسباب التمكين من أعظم الحبال التي بين العبد وبين الله جل وعلا فأكثر من الدعاء وألظ بهذا الجلال والإكرام أن يبارك وأن ينفع وأن يوفق إنه جل وعلا جواد كريم وإلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أم مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم